مرحباً، أنا سارة. سنتحدث اليوم عن فكرة Wheel of Art أطلقتها دونيس لاستحضار فن الرسم إلى منازلكم. هذه هي علبة Wheel of Art، وهي مكونة من كل ما تحتاجه لرسم القطعة الفنية ومن دون أي خبرة في السابق. انضم إلينا لفتح هذه العلبة. أنا كتير متشوقة هلأ تنفتح هذه العلبة نشوف شو فيها. كتير متشوقة كرمال شوف شو في بهالعلبة الحلوة. هيدي دونيز هي اللي اخترعتها للعلبة وعم بتقلنا انه شكرا انه اشتريناها للعلبة وبتمنى لنا اوقات سعيدة بالرسم. وهذه لوحة قماشية مخططة واسمها Dancers in Blue، ويعني راقصات في الأزرق، ويمكنك أن تجدها في موقعنا الإلكتروني www.weloveart.com. هذه الحقيبة الجميلة مكونة، هنتطلع مع بعض، من عدة أنابيب تلوين. في عنا اللون البني، اللون الأخضر، اللون الأحمر، اللون الأصفر، اللون الأزرق، اللون الأسود، وطبعا اللون الأبيض. هلا مثل ما شايفين انه هول كل الالوان، كل واحد 75 ملي لتر. سو اذا زادكم من الالوان بعد الزياده فيكم ترجعوا على موقعنا الالكتروني وتطلبوا بعد كانفاس كرمال تقدروا تلونون بهول الالوان. وهذه الحقيبه مكونه من 3 فراشي للتلوين. اول فرشاه مغلفة بالبلاستيك لحمايتهم، أول فرشاة مسطحة لكي نلون المساحات الواسعة، ثاني فرشاة مبرومة لكي نمزج الألوان التي هنستخدمها لتلوين اللوحة، وثالث فرشاة وهي مروسة وسنستخدمها للتفاصيل الدقيقة. وهنا صورة مرجعية عن الرسمة التي ستلونوها، وكتيب يتضمن الإرشادات الرسم خطوة بخطوة. علبة فيديو لدونيس تشارككم نصائح مفيدة للرسم. أملوا أن تكونوا قد استمتعتم بهذه العلبة، ومع نصائح دونيس ومنتجاتها المميزة وبدون أي خبرة في السابق يمكنكم الانتقال من هذه اللوحة البدائية إلى هذه اللوحة النهائية. يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.wheelofart.com وطلب هذه العلبة الممتعة. نتمنى لكم لوحة رائعة.